أهلا بكم إلى جولة في الصحافة المحلية والدولية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة المحلية، حيث كتبت صحيفة القدس على صفحتها الأولى العناوين التالية: استشهاد مسنة برصاص الجيش في غزة، استمرار حملات المداهمة والاعتقال وإغلاق الطرق في الضفة. الأحمد يقول: رفضنا الطروحات الأمريكية والمفاوضات في طريق مسدود. الحمد لله، نطمح لبناء دولة مستقلة وتحسين وضعنا الاقتصادي. الأمير الوليد بن طلال يزور فلسطين الثلاثاء، وأطباء السجون يبتزون الأسرى بطلب تكاليف العلاج. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: الاحتلال يقتل مريضا نفسيا في غزة، والمقاومة الشعبية تحطم الحواجز، ديون الكهرباء تسمن والظلام يلوح في الأفق. ممثلو 22 دولة يجتمعون في جاكرتا لبحث التنمية الفلسطينية، واليابان تعلن عن تقديم 200 مليون دولار، وسنغافورة 5 ملايين لدعم الموازنة والمشاريع. قراقع يقول: نمتلك وثائق تدين إسرائيل بارتكابها جرائم حرب بحق الأسرى. ونطالع في الأيام: خان يونس، استشهاد امرأة قتلها رصاص الجنود الإسرائيليين قرب منطقة خط التحديد. مراقبون: لقاء نتنياهو وأوباما بعد غد سيقرر مصير الجهود الأمريكية لإحياء عملية السلام. الحمد لله يقول: نطمح لأن نكون دولة مستقلة، ومساعينا أن يتزامن هذا مع دعم اقتصادنا. إحصائية: 122 شهيدا فلسطينيا في اليرموك بسبب الجوع. والأحمد يقول: لم يطرأ أي جديد على تنفيذ المصالحة. إلى الصحافة الدولية هذه المرة، ونطالع في الشرق الأوسط السعودية: روسيا تختار سياسة حافة الهاوية تجاه أوكرانيا، أردوغان يكسر الجرة مع جولن بإقرار قانون يحرمه من المال والنفوذ، أوباما يتدخل شخصيا لإنقاذ عملية السلام ويلتقي نتنياهو غدا، الجيش الإسرائيلي يبحث مدى تورط حزب الله في إطلاق صاروخين من سوريا. ونطالع في الحياة اللندنية: القرم في قبضة روسيا، وبوتين أمام خيار توسيع التدخل، حزب الله يهاجم الرئيس اللبناني بعنف، وسليمان يطلب منه الاعتراف بإعلان بعبده، داعش يدافع عن خطوط إمداداته من العراق، ومصر تأجيل جديد لقانون الانتخابات الرئاسية. ختام وقال الصحافة جمال تحية، وأترككم مع الرسوم الكاريكاتيرية.